السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تغطيتنا لليوم بصالة التركي للسيارات بمكة المكرمة، بالتحديد على قسم السيارات المستعمل، لنستعرض مع بعض مواصفاتها وتفاصيلها بشكل كامل. بداية تويوتا كامري موديل 2017 عدادها 75,000 كيلو، سعرها ب 45,000 ريال. فيت الجيل جنوط كروم وريموت كنترول بالإضافة لنوافذ كهربائية. بعد كذا نيسان نيفارا موديل 2014 فيت الفل كامل ناقل حركة أوتوماتيك عدادها 145,000 كيلو وسعرها ب 41,500. طبعا فل كامل جنوط كروم ناقل حركة أوتوماتيك كشافات وحساسات وريموت كنترول. بعد كذا تويوتا راف 4 موديل 2016 فيت الستاندر عدادها 143,000 كيلو سعرها ب 53,000 ريال. بليزر شفرليه موديل 2013 عدادها 119,000 كيلو سعرها ب 45,000 ريال. جنوط كروم وتحكم بالدركسون والكشافات، طبعا بالاضافه لمثبت السرعه. كايين موديل 2011 عداده 248,000 كيلو سعره ب 48,000 ريال، فتحه بالسقف، حساسات اماميه وخلفيه وكليبرات ودخول ذكي، طبعا بورش كايين. بعد كذا تويوتا كامري فيت الجي ال اي فتح السقف ودخول ذكي موديل 2019 عدادة 42,000 كيلو سعرها ب 85,000 ريال. نقدر نقول فيت الفل كامل لكن أربع أسطوانات تناقل وبنزين، إلا أعلى منها مباشرة تقريبا 6 أسطوانات أو هايبر. بي ام الفئة السابعة موديل 2017 740 سعره ب 70,000 ريال عدادة 186,000 كيلو سعره ب 70. طبعا السعر فيه مهاودة لكن تقريبا لحد 65,000 ريال. موديل 2012 بعد كذا بالاخير سيرة غمارة ونص فيت الفل كامل، الشبك بكروم باللون الفضي وكشافات، طبعا مراتب جلد وشاشة. موديل 2009 عدد 141,000 كيلو سعره ب 49,000 ريال. طبعا السعر بالإضافة للسيرة فيها مهاودة لحد 45,000 ريال. استعرضنا كامل السيارات الموجودة في قسم السيارات المستعملة، تويوتا كامري، نيسان نيفارا، تويوتا رافور بالإضافة لبليزر شفرليه وبورش كايين وتويوتا كامري وبي ام الفئة السابعة 740 بالإضافة لي جيم سيرا بيك أب غمارة ونص. بالأخير طبعا ليكزيز الاس 500 موديل 2000، خلونا نشوفها مع بعض. موديل 2018 عدادها 65,000 كيلو سعرها ب 350,000 ريال. هذه كافة السيارات اللي موجودة في قسم السيارات المستعملة، كانت الأفخم بينهم أكيد الليكزس بالإضافة للبي ام والبورش، متوفرة في سيارات في اي بي بالاضافة لسيارات السيدان العادية. خلونا نشوف داخلية الليكزس بعد كذا تكون. وهذه استعرضناها قبل كذا بفيديو كامل، طبعا كامل السيارات اللي موجودة في قسم السيارات المستعملة، مو كامل السيارات، اغلب السيارات اللي موجوده في قسم السيارات المستعمله استعرضناها قبل كذا
بالتحديد بفيديوهات خاصة فيها مثل نيسان نيفارا، بالإضافة لتويوتا كامري والجيمس السيرا والفئة السابعة. كل هذه موجودة في خانة الوصف، بترككم إياها في خانة الوصف اللي حاب يشوف تفاصيلها بشكل كامل، فيديوهات كاملة عنها. ففي أمان الله.